بكم في البيست اوف نتاع الجمعه اللي فاتت من اسنسما تولك شو المغرب الكبير. نهار الاثنين كان موضوعنا اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه. حضروا معنا في بلاتون اسنسما المحاميه منيا العابد ويسر فراوس عضو الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات وسليم بن عبد الله المختص في علم الاجتماع. يسرى فراوس عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. المحامية نادية أيدزاي من الجزائر كانت تحدث على مشكل مراكز الإيواء في تونس. نهار السبت تم تدشين مركز الرعاية النفسية من طرف وزير الصحة ساعة. هل هذا النوع من المراكز كفيل بأنه يحل جزء من مشكل العنف الموجه ضد المرأة؟ هو التجربة في بلدان عديدة تدل أنه شكل من أشكال إحاطة بنساء ضحايا العنف، ولكن مش وحده طبعا. احنا في تونس نفتقروا المراكز كيف هذه. عنا مركز مماثل مثلا للنساء الأمهات العازبات، عنا بعض المراكز للأطفال، ولكن لحد الآن ما فماش مراكز مبنية في تونس تكون مخصصة للإحاطة بنساء ضحايا العنف تحديدا. ولذلك فهو مطلب من مطالب المجتمع المدني. وانت قلت شنو دور المجتمع المدني. المجتمع المدني منذ سنوات أنه يطالب الدولة بإنشاء مراكز إيواء تكون فيها الإحاطة النفسية، التوجيه القانوني، الإصغاء للنساء ضحايا العنف، توفير الراحة النفسية للعائلة كلها، وأيضا الاستماع للأطفال ضحايا العنف. ولكن هو شكل بالإضافة إلى مراكز الإصغاء للنساء ضحايا العنف اللي هم مش يؤويهم ولكن يستمعوا لهم ويوجهوا لهم ويحيطوا بهم ويحاولوا يعملوا لهم مساعدة صحية أيضا ونفسية ومساعدة قانونية تصل إلى القضايا أمام المحاكم إذا كان المرأة أعربت عن رغبتها في ذلك. وهذا اللي نقوم به نحن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منذ عقدين من الزمن تقريبا. تعرفوا لي أول مركز للإنصات للنساء ضحايا العنف أسست الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومستعدات كجمعية أنه نغمقلوا الخبرة اللي تراكمت عبر السنوات بفضل النساء اللي يجيونا للمركز ويلقاوا الإجابات الضرورية لمشاكلهم اللي هي مشكلة العنف تحديدا. مستعدين نقلوها للدولة التونسية من أجل مؤسسة مراكز مماثلة في كل مكان في تونس، خاصة وأنتم عطيتوا إحصائيات في جهات الجمهورية الظاهرة متفشية وبأشكال متفاوتة ومتقاربة. أستاذ بن عبد الله كمختص في علم الاجتماع، يعني الظاهرة تهم المغرب الكبير برك، البلدان العربية برك، البلدان الإسلامية برك، وإلا هي ظاهرة تتساوي فيها فرنسا وتونس والجزائر والمانيا، ولا يعني عالميا شنو أحوالنا مع العالم؟ هي ظاهرة كونية تعرفها كل المجتمعات إن كانت في الشمال أو في الجنوب، وحتى البلدان اللي فيها تاريخ عريق في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، يعني مثل البلدان الإسكندنافية اللي هي عندها تجربة طويلة في تكافؤ الفرص بين الجنسين، المرأة تتعرض فيها إلى العنف، وهو يعود إلى أنه الثقافة الأبوية، الثقافة الهيمنة الذكورية ما زالت متجذرة، لأن هي تاريخ قرون عديدة، ويعني إجراءات إنك تعملهم في عقدين أو 50 سنة تعتبر حاجة بسيطة مقارنة مع الإرث الثقافي الكبير اللي فيه هذه الثقافة الأبوية والهيمنة الذكورية، وإن كانت في أغلب الأحيان المرأة تعاني من هذا التسلط الرجل ضدها. النقطة الثانية أنه يخترق كل الأوساط الاجتماعية، لكن البلدان اللي هي اليوم فيها ربما انتشار أكبر للعنف هي اللي ما أخذتش الإجراءات الوقائية الكافية. يعني يمكن نكون كلنا في مستوى نفس المستوى، لكن اللي قطعته بلدان اليوم في الحد منه، في كسر الصمت حوله، في القيام حملات توعوية، في إعادة نظرة العلاقة اللي هي موجودة بين الفتاة والفتاة اللي هي تتبنى منذ صغر السن، هنا ربما الاختلافات تكبر. فقط اللي نجم نقوله أنه هناك حتى من يعتبر يعني هي ما يرجع ما هو العصر الجاهلية، يعني تلقى أنه أشياء مرتبطة بالجاهلية. الخصوصية ربما في البلدان المغاربية حسب أحد المختصين أنه يقول لك في الثقافة البربرية هذا العنف لم يكن منتشرا بما هو عليه القدر اليوم. هنا ربما دوكس في الأشياء أنه الثقافة المغاربية وخاصة في تونس والجزائر والمغرب تاريخ فيها المرأة ربما كانت تحظى فيه بمكانة متميزة مقارنة ما جاء مش ليس الفتح الإسلامي، لكن الثقافة الجاهلية اللي ربما جاءت مع الإسلام، وليس الإسلام هو المسؤول عنها، ولكن التأويلات للنص الديني، التحريف للإسلام هو اللي يجعل ربما بعض الأطراف المتشددة تستخدم النصوص بطرق ملتوية اللي هي عند مشكلة مع حقوق الإنسان بشكل عام ومع حقوق المرأة بشكل خاص، وفيها هنا بطبيعة العار من مانيبيلاسيون وعمل إيديولوجي خطير، وخاصة في البلدان اللي تعرف انتقال ديمقراطي. وربما الوضع اليوم الخصوصي في تونس أنه ما بعد 14 جانفي تشكيك في حقوق المرأة اليوم هو اللي يفتح الباب إلى دخول العنف من الباب الكبير لو أنه ما تقفش فيه وقفة صارمة إن كانت الأجهزة الرسمية أو المجتمع المدني.
ما زلنا في نهار الاثنين ما في الجزء الثاني من ناس نسمع ضيفنا كان الفنان الشعبي التونسي هشام سلام وغنانا ونكسوليزيفيتي آخر أعماله صاحبتك لانتيم أونديو مع الشاب غازي. نهار ثلاثة كان حاضر معنا وليد بناني نائب عن كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي وحكالنا على مشروع القانون اللي تقدموا به مع أربعة كتل أخرى ويقضي بالتحصين السياسي للثورة. وبعدها حكينا على الانتخابات في الجزائر مع زبير عروس الباحث في علم الاجتماع. سي زبير عروس انتهت الحملة الانتخابية في الجزائر، واش هي لا بروميير اوبسيرفاسيون اللي تنجم يعني تعملها على الحملة الانتخابية وكيفاش تنجم تفسر لنا لو ديزانتيغي عدم مبالاة تاع الناخبين؟ اولا لابد من ملاحظة اولية انها هذه الانتخابات الثالثة في
الألفية الثالثة كان عندنا هناك الانتخابات اللي تمت سنة 2002 2007 و 2000 الآن و 13 إذن هي سيرورة طبيعية أو انتقال من مرحلة مرحلة تعود عليها الشعب الجزائري. فعدم الاهتمام يمكن أن توجدوا التفسير له في هذا التكرار الذي لم يؤدي إلى نتيجة مرجوة من طرف الناخب، وهذا لأسباب عدة. السبب الأول أن الحملة الانتخابية تمت على أساس خطاب غير واقعي وخارج على الاهتمامات وحاجية المباشرة للمواطن الجزائري. فالذي يتقدم إلى في الانتخابات البلدية يقوم بانتخاب على أساس أنه يشمل الرقعة الوطنية وليست الحاجة المحلية للمواطن، إلى جانب أن المواطن بكل صراحة أصبح يرى في هذه الانتخابات لا جدوى منها. فتكرار الانتخابات هو إنتاج لي هو إعادة إنتاج للوضعية السابقة، لها لا أكثر ولا أقل. سيد عروس، اللي نبغي نفهم هو كيفاش تفسروا لنا حالة ربما لبقاغ اللي ما بين بعض الأحزاب، أو لا كيف ما شمعنا في الغوبورتاج حرق وتعدي بسلاح الأبيض على بعض الناخبين. هذه الخاصية الجديدة التي أصبحت تتميز بها حملة الانتخابات البلدية في 2013، انتقلت من التنافس السياسي القائم على البرامج بين أحزاب سياسية واضحة المعالم إلى صراع على أساس التنافس الفردي، من يأخذ مكان آخر، وكأن الفوز في الانتخابات البلدية هو في الفوز بغنيمة وليس في الفوز بمشاكل لحل مشاكل المواطن. فهذا ما يفسر أن عملية التنافس تتم على أساس الصراع من أجل الوصول للمنصب، من أجل المصالح وليس من أجل النضال والعمل لصالح المواطن الذي انتخب هؤلاء أو سينتخب هؤلاء إذا كان. إلى جانب أن نسبة الاهتمام أو ضعفها ليست جديدة، فانتخابات هناك انتخابات سبقتها. تقول أن المواطن الجزائري فقد الأمل في الطبقة السياسية والطبقة الحاكمة؟ إذا شئت هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة القائمة. المواطن الجزائري أصبح لا يرى في الانتخابات وسيلة للانتقال لنقله من حالة اجتماعية وسياسية واقتصادية إلى حالة أعلى. هل هو المواطن الجزائري في المطلق أستاذ عروس، ولا اليوم مثلا ليبرتي الجزائرية تتساءل أبستونسيونيست كي سونتيل، هل هو في المطلق ولا يعني فما شريحة معينة، ولا الشباب ولا الكهول ولا المسألة عامة يعني؟ لا، ليست بالمطلق، لأن هناك من تعود على الانتخابات بالعادة ونتيجة لقيم مكتسبة ترجع إلى فترة السبعينات، نتيجة لظروف معينة عندما كان يذهب المواطن للأداء بصوته الانتخابي خوفا من الإدارة أو ما شابه ذلك. إلى جانب كنت هناك فئة كانت تذهب إلى صندوق الاقتراع بحجة أو بوازع الوطنية اللي كانت اكتسبناها منذ الاستقلال المتجذرة فينا، لكن احنا نتكلم الآن على شريحة جديدة وهي شريحة الشباب. الشباب هو الممتنع أو الشريحة الأوسع امتناعا في المشاركة في الانتخابات، وهذه القضية شاهدناها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كذلك حتى شاهدناها في الانتخابات البلدية سنة 2007. إذن الحديث الآن يتم على شريحة اجتماعية وهي الشريحة الأنشط في المجتمع، أي شريحة الشباب خصيصا الذين أصبحت لهم لغتهم الخاصة بالمفهوم الاجتماعي. أنا نتكلم على لغة المجتمع، لغة المجتمع تعني سكن، تعني شيء معين، وشريحة أصبحت لها تطلعات تختلف على التطلعات السابقة التي عرفتها فترة الثمانينات وإن قلت حتى التسعينات إن شاءت. نهار ثلاثة في ناس نسمة في جزءها الثاني الجزء الفني استقبلنا فرقة شمس المتوسط مع زياد الفطناسي والمخرجة المغربية أسمى المدير.
كيفاش نجموا نقدموا ربما أكثر شمس المتوسط؟ كانت عندكم عروض، اسكو فرقة محترفة ولا فرقة متاع هوات؟ كيفاش تلميتوا مع بعضكم باختصار ربما؟ الفرقة محترفة ونشطوا معناها من الوقت هذاك، وقدمنا معناها برشا عروض فنية في تونس في مختلف دور ثقافة. ديرنيغمون قدمنا عرض في معناها العام الفارط في مهرجان المدينة في تاهر حداد، ثم قدمنا العرض اللي بعده لدوز ماي في ابن رشيق، وعملت عمل زاد جديد حبيت نتكو مع صديقي المخرج مروان ترابلسي، سيت ان كوميتراج اللي هو سيليكسيوني في جي سي سي اسمه ساميدون اكزاكتومون. عملت ميوزيك دو فيلم باراسيت، عملت عمل كبير للجزائر الوثائقيه في مختفون لإيمان بن حسين. تري بيان، بما انك سمحت لنا بالترانزيسيون زياد سي تري بيان، ماشي بحذاك المخرجه نتاع افلام جوستومون اسم المدير المخرجه المغربيه عن فيلم ألوان الصمت، فيلم مغربي جديد شارك في مهرجان الفيلم القصير في الرباط. قبل ما ناخذ معك أكثر تفاصيل نتعرفوا على الفيلم، اسم المدير من 15 ل 18 نوفمبر عاشت مدينة الرباط على وقع أجواء مهرجان الفيلم القصير جوست موري، شد برشا مشاركات مغربية وكان عندك في جائزة مونسيون سبيسيال خذيت على فيلم ألوان الصمت. نمشي ونتعرفوا أكثر على الأجواء اللي عاشتها مدينة الرباط المغربية في مهرجان الفيلم القصير مع هنية القسومي. عاشت العاصمة الرباط لمدة أسبوع على إبداعات مخرجين شباب من خلال فعالية الدورة الثالثة لمهرجان الرباط للفيلم المغربي القصير، واللي تم فيه تكريم مجموعة من مبدعين سينمائيين الراحلين من بينهم حبيبة المذكوري والراحل عزيز علوي. جوغون توت ما كاريير إن شاء الله وما عرفتش فين نوصل، جامي ما غادي ننسى هذاك لو مومون وهذيك اللحظة اللي عاشها معايا الجمهور وكانت في فيستيفال تكون الحمد. إعلان عن الأفلام الأربعة المتواجدة وهي المتبارية وسط 20 فيلم آخر ضمن المسابقة الرسمية كشف عن اختيار الجمهور ل 12 فيلم، شيء اللي سهل مهمة لجنة التحكيم اللي منحت الجائزة الخاصة لفيلم ألوان الصمت لضيفة ناس نسمع الحلقة اليوم أسماء المدير. هذا هو صاحبي مول البالكو اللي غيعلمني نصيد بالشبكة. كتكون حاش كتكون حمراء حيت مع الغروب كتكون حمراء. وهاد الصياد تخليه بلا لون، تلقى الدريات بشي بحالها ما كتخلع عليها. ألوان الصمت هو فيلم مستوحى من قصة حقيقية واللي كتدور الأحداث ديالو حول أسرة فقيرة كتكون من الأب الأم والطفلة سعيدة. خلال 22 دقيقة قدرت المخرجة الشابة أسماء المدير أنها تسافر بنا في رحلة سينمائية قصيرة واللي كان فيها الصمت هو أكبر وسيلة للتعبير. الفيلم والجائزة اللي حصل عليها الفيلم اعتبرتهم المخرجة الشابة بمثابة تكريم لروح الأب ديالها. نهار الأربعاء في ناس نسمع حديثنا كان على تطورات الأوضاع في سليانة. كان حاضر معنا في البلاتو الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي وعادل عطية نائب حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية سليانة، اللي كان هدد في بلاتو ناس نسمع أنه يستقيل من المجلس الوطني التأسيسي إذا ما توقفتش الحملة الأمنية كما سماها على الولاية. كان حاضر معنا زادة محمود البارودي نائب في المجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية والصحفية صوفيا الهمامي اللي وقتها كانت ما زالت كي رجعت من سليانة. طاولة صوفيا الهمامي جابت لنا البعض من الرش المستعمل. هذا شو اسمه؟ هذه لاكريموجين البرازيلي، وهذه نوع من الرش الخشين البرازيل. أيوة. وفما الرش النوعية اللي جويد بالكل اللي يستعدوا فما الأكبر شوية اللي عندها يعني مطاطي يعني هذو ما كعبات الرش اللي قاعدين نشوفوا فيهم هذوم هما كعبات الرش اللي يضربوا بهم العباد. أيوة لكي أنت تصور في جسم بني آدم. ما نعرفش، هو نعرف ماكش أمنية صوفية، ولكن تقريبا في الكعبة قداش فما من كعبة رش هكا؟ أنا الناس اللي شفتهم بالعشرين تكون في الوجه، في خاصة اللي في أجسادهم كانت كميات كبيرة، ولكن في الوجه كانت مجرد هكا حاجات ثقوب حمراء. شوف الكرتوشة بالنسبة للناس اللي يعرفوا المصيد، هذا رجتنا اليوم الصباح قدمناه في ندوة صحفية، الكرتوشة نمره 12 كرتوشة العادية هذيك نتاع المصيد فهمتني، وأما الرش صغير والكمية الموجودة في الكرتوشة أقل بالكمية اللي يستعملوها في المصيد، ورش صافي ما فيش هو اللي نسموه نحن الكسكسي البودر هذيك ما يحطوهاش، إنما رش فقط ويضربوا به ويطلقوا به كما بتاع المصيد.
على كل حال من البارح كما كنت حكيت رئاسة الحكومة خرجت بلاغ البارح على الموضوع. اليوم بلاغها كان في إطار تكذيب الإشاعة اللي تحكي على قرابة عائلية بين رئيس الحكومة ووالي سليان. هذا بلاغ اليوم. بلاغ البارح تحدثت فيه رئاسة الحكومة على أنه تتابع رئاسة الحكومة بكل انشغال ما يحدث في ولاية سليانة من احتجاجات في الطريق العام، وتعرب عن أسفها إلى تطور هذه الاحتجاجات إلى حد استعمال العنف ضد قوات الأمن. هذه النقطة اللي حبيت نرجع لها. رئاسة الحكومة تتحدث على عنف مستعمل ضد قوات الأمن ومواجهة ومهاجمة مقرات السيادة ومحاولة الأضرار بالممتلكات العامة. رئاسة الحكومة تقول أنها تتفهم حق المواطن في استعمال الطرق السلمية للتعبير، ولكنها ترفض استعمال العنف، وتؤكد من جهة أخرى مواصلة منح ثقتها في السلطة الجهوية. كان ذي رد البارح من رئاسة الحكومة على الناس المطالبين باستقالة الوالي. سعاد العطية، رئيس الحكومة تتحدث بصفة واضحة عن أنه العنف تم استعماله بالعكس ضد الأمن، ومش الأمن هو اللي استعمل العنف. شنو رأيك؟ رئيسة الحكومة حرة أنها تحكي على موقفها حسب تقاريرها الأمنية اللي تجاهها، ولكن مهما كان عنف الأشخاص مش يكون مقارن مع العنف اللي تمارسه الدولة. لذلك كان على الدولة أنها تتمسك في معنى تمسك بتلبيب الأمور أكثر من هكا. مش معقول خاطر اللي يوقع تو حاجة معناها تفوق الخيال مهما كان انتمائي. وهنا نشير لمسألة الاستقالة، لأنه ثم ممكن أنت مازلت مستوعبتش الفرق بين الحزب والدولة. نحن مهما كان ننتمو الحزب، ولكن الدولة تبقى دولة، ونعتبره هذا واقع بالنسبة لنا. لكن كنت حزب حاكم برر الحاكم، والوالي ومن حقنا ننتقد شكون عينه. الوالي شكون عينه. تدخيل راهو ما ثم حتى مؤسسة عمومية تمسد، ما ثم حتى مركز تجاري تمس، ثم دي مركز العدلية القريب من الولاية محروق عنده أشهر الثورة مقبل بالضبط، وثم فيه حتى قالوا ثم بعض أوراق تحرقت. أنا أكدوا لي من سليان اللي ثم شكوك كبيرة اللي قد يكونوا تحرقوا من هالسلاح، لأن ثم نخلة زاد مقابل الولاية تحرقت بحيث الحديث نوعية البيانات هذه. أنا بصراحة نغمض عيني نلقى روحي في وقت من علي البيانات تاع وزارة الداخلية. محمد أنا ما قصيتش على حديثك وخليت تتكلم. تفضل. ما نعرفش علاش. ما قصيتش أنا حبيت أن نرد توضيح على المسألة. تفضل توضيحك. المهم أنا ديما نرجع في الوقت الحالي محتاجين إلى التهدئة. محتاجين الناس المجاريح إن شاء الله يعجل ربي بشفائهم. أنه يهدئ الأوضاع. والله الكل الناس الكل مع بعضنا. العقلاء متوجهين للحكومة والوزارة الداخلية بالأساس، ولا العقلاء في الجهة نتفقوا الكل مع بعضنا، سواء الاتحاد سواء الأحزاب السياسية المجتمع المدني الناس الكبار، نهدوا الوضع. أول حاجة يلزم وزارة الداخلية تسحب قواتها حاليا، وأكيد المواطنين ثم ناس مش تتدخل ومش تهدي الوضع. هل فما سيعطي أيدي سياسية وراء العملية؟ هل فما ناس شعلت الأمور؟ هل فما ناس زادت صعدت الأمور في سليان؟ هل وصلت لك أخبار من نوع هذا؟ والله هي وصلت أخبار بطبيعة الحال، أما ما نصورش كان قصدهم أن الوضع يوصل ما عليه الآن. ربما حبوا في إطار معناها حملة انتخابية سابقة لأوانها في إطار كذا، لكن ما تميش حتى واحد، ما انتهمش حتى واحد أنه حاول يوصل البلاد للمرحلة هذه، لأنها مرحلة ما تميش واحد وفي الجهة سليانة يتمناها جهة سليانة. محمود البارودي تفضل. ليه هو ما فماش حتى حوار قبل ما ينسحب الأمن ساعة قبل ما يستقيل الوالي بتاع سليانة؟ بلاش هالزوز معناتها أشياء هذه، فما نجموش نحكيه على حوار، لأنه اليوم معظم المواطنين في سليانة يطالبوا برحيل الوالي عن الجهة، كيف نطالبوا زادا احنا بفتح تحقيق مع والي الجهة. أنا نتصور اللي اليوم كان جاء الدولة تحترم نفسها أنهم يمشيوا يوقفوه الوالي هذي توا يتوقف، لأنه هو اللي أعطى الأمر باش يطلقوا النار وباش يطلقوا الرش هذا على المواطنين اللي قدام الولاية. شنو رأيك في الخبر محمود البارودي اللي قاعد يدور على أنه قوات الأمن التابعة لولاية سليانة عملت بيان احتجاجي ندت فيه بممارسات قوات الأمن التعزيزية اللي جات للولاية؟ وصلنا الخبر هكا؟ وصلنا الخبر حمزة، ونعرفوا اللي قوات الأمن في سليانة رفضت أنها تستعمل القوة ضد المواطنين في سليانة، ولكن هناك تعزيزات. وراهم ما نتهموش رجال الأمن الكل، لأنه يعني احنا ديما نساندوا
دور رجال الامن وحاشنا برجل الامن اليوم في الوضعيه هذه, لانه بلاش امن ما نجموش نعملوا استثمار وما نجموش نحقوا التنميه اللي نحبوا عليها. ولكن انه يصبح رجل الامن لعبة في يد السياسي اللي يحب يصفي خصومه السياسيين كما كان يعمل بن علي, فهذا مرفوض. وعلى رجال الأمن أنهم يتحملوا المسؤولية, مسؤولية تاريخية, أنهم يفرقوا بين الـ 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 الأوامر اللي تخدم الشعب والأوامر اللي القمعية. ما تخدمش القمعية. فأنهم لهنا مطالبين أنهم ينسحبوا فورا, وأنه كل من باش يتورط في هالعملية ذي يعرف راهو باش طالوا يد العدالة حتى لو كان مشي لآخر الدنيا. واضح. صوفية الهميمي من قبيلة وانا نسأل كيفاش وصلت الأمور للي وصلت اليوم, علاش ولينا للرش وضرب ومئات الجرحى وناس باش تتعمى اللطف عليهم وغيره, علاش وصلت الأمور للي وصلت؟ ببساطة شديدة وبدون أي تعقيدات, لأن هذا الوالي أخرس, لا يقبل الحوار ولا يستمع للأطراف المقابلة في محاولات كثيرة. أنا إلى جانب أني ذهبت اليوم أو البارحة إلى سليانة لأني إعلامية ولتغطية الحدث, أنا أيضا رئيسة جمعية بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة, وتم الاتصال بي من قبل رئاسة الجمهورية للذهاب إلى هناك والتهدئة. التهدئة غير ممكن, اتصلت بعدة جمعيات كانوا رؤساء الجمعيات كلهم متواجدين بالمستشفى الجهوي بسليانة وبمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. المسألة مستحيلة. الشباب في سليانة صحيح أن هناك اعتداءات على عوان الأمن بحرق العجلات وبالحجارة, ولكن هذه أمام الاعتداءات الصارخة بالأسلحة المحرمة هذه وبالقنابل المسيلة للدموع ورميها في وسط البيوت, هذا بصراحة ما لا أجد له تفسير. هذا من ناحية, من ناحية أخرى إلى جانب أني أنا تكلمت مع عدة مواطنين مثل ما قال النائب محمود البارودي قبيلة شوية, الوالي هذا يجب أن يحاسب, مش يجب أن يحاسب فقط لإعطاء الأوامر بإطلاق باستعمال العنف المفرط ضد المتساكنين, ولكن هذا الفن مربوط بالأوضاع العامة في البلاد. ومسرحية حتى يحضر هي الأكتواليتي متاع ضيوف الجزء الثاني, الممثلة التونسية نادية بوستة والممثل والرقص التونسي عمار الطيفي. سي عمار التيفي ونادية بوستة في مسرحية حتى يحضر للمخرج نجيب بن خلف الله. نادية, كيفاش نجمو نقدموها حتى يحضر قبل ما نشوفوا شوية صور عليها؟ حتى يحضر هي معناتها on a essayé de travailler sur l'inachevé. أيوة. حتى يحضر مكتمل. الغير مكتمل, بلاد واقفة, احنا معناتها قاعدين نعيشوا معناتها في التقلقات والتقلبات, دونك فورسيمون معناتها اون انفلونسي. قررنا باش معناتها من المنطلق هذايا, ما غير ما قررنا هو تفرض علينا باش نخدموا على لينشفي من منظور يعني متفائل نجم نقولوا, اللي هو عمل معناتها يقعد يسانسكري دون ليفولوسيون, معناتها هو في تطور دائم. من منظور متشائم شويه نقعدوا في حلقه مفرغه, معناتها اون ترافاي سور لو فيد. يعني احنا هبشوفوا تصور, يعني مسرحيه مش هكا قالب حاضر, لا مسرحيه ماهيش كامله, ماهيش مكتمله وماهيش باش تكمل, تقعدوا كل مره من عرض العرض بعد العرض تزيد حاجات, تقعد ديما كيكه طبيعه الحال. هي كل مسرحيه معناتها كل عرض باش تحسن وتزيد وتنقص وتشوف شنو اللي يعجب شنو اللي ما يعجبش شنو اللي يمشي شنو اللي ما يمشيش. العرض متاعنا حتى يحضر هو بطبيعته معناتها اسمه على جسمه حتى يحضر. ايوه ديجا حتى تحضر البلاد ونحضروا العرض. دونك مادام البلاد مش كامله ما ثماش دستور مازال ما حضرش كل شيء حتى يحضر. احنا حضرنا اكستري من حتى يحضر, تفضل.
بيستوف متاع ناس نسمع متواصل نمشي ولنهارة الخميس رجعنا على آخر التطورات من جديد في سليانة مع عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري والصحفي زياد الهاني الزوز كانوا متواجدين في سليانة. أما قبل كان حاضر معنا رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد اللي تطرقنا معاه لوضع الإعلام في المغرب. سي مجاهد في البداية كيفاش تعلقوا على المشهد الإعلامي اليوم في المغرب فعاد حكومة إسلامية؟ في الحقيقة المشهد الإعلامي في المغرب لم يتغير كثيرا بالرغم من أنه كل ربما متتبع الشأن الإعلامي والسياسي شاف كيف أنه كانت هناك واحد نوع من مواجهة فيما يتعلق به كيف يمكن التعامل مع الساحة الإعلامية وبالخصوص الإعلام العمومي وخاصة المرئي والمسموع. وأظن بأنه هذا النقاش فتح بمناسبة دفتر التحملات والآن مازال مستمر ومتواصل. والسؤال هو جوابا على سؤالك هو أنه هل يمكن أن نتصور تطور إعلامي وإعلام متطور لكن مستقل عن كل السلطات باستثناء السلطة الإعلامية؟ أظن بأن هذا هو النقاش اللي احنا طرحينه الآن كنقابة واللي لازم أننا نتقدمه في الجواب عليه. سي مجاهد اليوم وزارة الاتصال كيشرف عليها سي مصطفى الخلفي، أشنو تقييمكم الأداء هذه الوزارة؟ أظن بأن هي وزارة لا يمكن أن نفصلها عن الحكومة أولا وعن التشكيلة السياسية اللي جاء منها السي مصطفى الخلفي. أظن بأنه في البداية وهذا سجلناه وكانت عندنا انتقادات وبيانات في هذا الشأن، هذا كان هناك واحد العدد الأشياء اللي كان فيها ارتباك واللي اعتبرنا على أنه كان لازم يكون الرجوع أكثر نحو المهنيين. هذا ما حصل تقريبا في تشكيل لجنة علمية الآن استشارية اللي تتكلف بالتحضير لاقتراحات فيما يتعلق بقانون الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة وبقوانين أخرى، بمعنى أنه كلما سارت هذه الوزارة نحو التشاور أكثر مع المهنيين ونحو عدم أو لا قليلا من التدخل في الشأن الإعلامي، لأنه الديمقراطية تفترض أنه الحكومة لا تتدخل كثيرا في الشأن الإعلامي. سي مجاهد بما أنكم تكلمتوا على القانون، اليوم القانون المغربي فيما يخص الإعلام والصحافة في نظركم أشنو التعديلات اللي خاصة تكون عليه خصوصا فيما يتعلق بحرية المساس بحرية الصحفيين والإعلاميين؟ أظن بأنه الآن كاين هناك توافق حول أنه يكون قانون خالي من العقوبات السالبة للحرية، ولكن هذا غير كافي. هناك عدد من القضايا الأخرى اللي مطروحة في قانون الصحافة المغربي اللي احنا سميناها الخطوط الحمراء واللي هي خطيرة جدا، كذلك أنه وضع السلطات في يد القضاء والاحتراز كثيرا من المصطلحات والتعبيرات، ماذا تعني مثلا المس بالأخلاق الحميدة، ماذا تعني هذه أشياء كلها خطيرة لازم أنها ستثير نقاش. كذلك كاين قضايا أخرى مطروحة فيما يتعلق بقانون الصحفي المهني بنفسه، بما هو دور المهنة في تنظيم نفسها إلى آخره. كاين قضايا كثيرة مطروحة اللي هي جدية واللي كلها تتمحور هل يمكن أن نحلم بإعلام حقيقة مستقل سواء في الإعلام العمومي أو الإعلام الخاص؟ وفي الجزء الثاني من ناس نسمع نهار الخميس حديثنا كان على الفيلم الحدث في تونس آخر أعمال النوري بوزيد من موتش، فيلم كانوا حاضرين معانا باش يحكيوا عليه زوز فنانين من أبطال الفيلم وهما سهير بن عمارة وبهرام علوي. أنا خليني نعطيكم الموضوع كما جاء، كما قالوه البعض، كما ناس سمعتهم في العرض متاع الفيلم يقول لك بالفيلم هذا قولوا لي انتم شنو رايكم. نوري بوزيد ورى معاداة اما للاسلام والا على الاقل للمتدينين، شنو رايكم انتم في المساله هذه؟ انا مش موافقه. سهير مش موافق؟ والله في تقديري انه الفيلم هذا ماهوش معادي للمسلمين. نعم، قبل كل شيء لازم نتفقوا على ما معنى مسلمين او نظريتنا نحن ونظرتنا نحن بشكل عام للاسلام او للمسلمين بشكل عام. فالفيلم هذا ماهوش معادي للمسلمين او للاسلام، لكن انا يوريك انت بهرام يوريك سلفي متشدد ولكنك ما بين ظفرين منافق ومنحرف في أحيان أخرى، أنه يوريك أنت سهير تلعب دور عيشة المتدينة ولكن اللي ماهيش مقتنعة بالتدين نتاعها، ربما يعني نظرة في اتجاه واحد للمسألة الدينية، يمكن هذا اللي مخرج من العيوب. لو كان جاء الفيلم معمول بالذمة أنه ضد تطرف معين إسلامي أو
فراهو مشى للحاجات ديريكتومون وراهو قال عمل فيلم جيب فيه حجاج ويناقش فيه مسائل فقهيه هذا كله مسار على قد ما هو الفيلم تناول الحكايه ذوما من زاويه معناها اجتماعيه ونفسيه بحته معناها دخل في عمق الشخصيات في صراعهم كما قبيله حكيت حتى على شخصيتي معناها يمكن كمثال انه هي اسباب نفسيه واجتماعيه اللي خليتها بتدخل تعيش قوقعه ماهيش هي فهمت هوني الفيلم ماهوش في امور فقهيه او انه يتهجم او هذوك الاسباب النفسيه عشتهم لدرجه وانت كتمثلي الدور عشتهم لدرجه انك ما بقيتيش عاقله على حتى شنو طرا كوميك في لي كوليس صحيح انا يمكن معناتها اللي يخدموا معايا يعرفوني ما عندي حتى شيء كان شخصيه فما نسيبهاش ريت ندخل البلاتو عندي الشخصية نكمل من البلاتو وقتها نسيبها ما في وسط معناها تلبس تتقمص الشخصية 100% ونهار الجمعة شنو حكينا في ناس نسمة رجعنا على أهم الأحداث اللي صارت في تونس المغرب والجزائر مع فاطمة كراي رئيس تحرير في جريدة الشروق التونسية وعز الدين صوالحة رئيس تحرير في إذاعة صوت المغربية من المواضيع اللي رجعت عليهم الصحافة الجزائرية بالإضافة لموضوع قلة اهتمام الجزائريين بالانتخابات فما موضوع فلسطين إلى الدولة كان مثلا العنوان الأول لصحيفة الوطن في الأمم المتحدة فلسطين ولات دولة غير عضو بصفة مراقب البعض اعتبره حدث تاريخي وكبير فاطمة كراي بن عبد الله شنو رأيك؟ هو حدث من ناحية حدث هو لفات طوفه العالم هذا معناها اللي نساه وتناسى قضية فلسطين معناها أنه تطلع كلمة فلسطين وفي الأمم المتحدة إلى آخره ورجوع القضية إلى الأمم المتحدة هذا حاجة خارقة العادة لأنه نعرفه اللي بعد الحرب الخليج الأولى سنة 92 هربوا بالقضية الفلسطينية ما يسمى بالمفاوضات في مدريد ثم عمل الديراباج ومشاو هزوها للأسلو ومعناته الشعب الفلسطيني رجع بخفة حنين وضربت المقاومة اليوم هناك صحوة أو رجوع من جانب الفلسطيني لمزاوجة المقاومة مع الدخول الأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة لأن فلسطين كانت راو مراقبة كمنظمة تحرير فلسطينية كمنظمة ونذكره في السبعينات وفي الثمانينات الأخيرة ولكن عندي أمرين أنا نحب نعلق عليهم هذه أنا ما نجمش نقول حاجة خارقة العادة إلا في شأن واحد باش تفيد الفلسطينيين في حاجة وحيدة هي أنه اليوم الشعب الفلسطيني يمكن أنه يمشي المحكمة الجنايات الدولية ويقاضي نوصلمون الصهاينة فقط معنى الكيان الصهيوني ولكن أيضا حتى الذين يشجعون الكيان الصهيوني وأقصد الأمريكان والإنجليزي الآخر يعني ما نجمو كان الدول يمشيوا قدام المحكمة تعرفون أن جريمة الاستعمار لا تسقط بالتقادم أيوة. واليوم فلسطين هي تحت استعمار استيطاني من أقصى الاستعمارات واستعمار معناها فيه ضرب للإنسان وللأرض إلى آخره وهذه الناحية مثل ما أوصلوا عنده مزية وحيدة هو أنه الأخوة الشعب في الشعب الفلسطيني قدروا يرجعوا معناها الفلسطين ولكن زادا يلزم يكون هذا معناها يمشي بنفس التزامن بنفس الوقت مع المقاومة لأن الأمم المتحدة بدا اللي قبلت فلسطين البارح في جمعيتها العامة وهي انستانس تريز امبورطونت معناتها في الجمعية العامة هي بدا شارت نتاعها ستيبول كو أي شعب يقع تحت الاحتلال عنده الحق في المقاومة المسلحة واضح هذا معناها عزيز صوالحة دولة غير عضو بصفة مراقب أول مرة يتم الاعتراف بفلسطين كدولة شو مش يبدل هذا يعني عمليا بخلاف الكلام اللي كانت تقول فيه فاطمة عبدالله كراي شنو اللي بشي يبدل شنو اللي بشي يخلي معناتها شنو الإضافة بخلاف المحكمة الجنايات الدولية غادي يبدل في الرمز ديال الدولة أولا يعني من قبل ما كانش هاد التحدي كان عند الفلسطينيين دائما أن اعتبار فلسطين راه في أرضهم أنهم راه مواطنين ديال الدولة يعني هم دائما الفلسطينيين كيحاولوا ربما احنا في المخيل ديالنا احنا كعرب راه اللي مستوطن هو الإسرائيلي ولكن بالنسبة لبقية دول العالم راه العكس هو اللي طاري ملي كتجي كتقول في الجمعية العامة للأمم المتحدة صويت بهذا الشكل هذا على الدولة الاعتراف بها
بهذا الشكل يعني كيمنح الفلسطينيين في عدد من المجالات المختلفة. كنتكلموا على المحكمة الجنائية الدولية، أرى شيء غير سهل أنك تمشي ترفع دولة ضد إسرائيل في عدد من المرات. كنشوفوا الأحداث ديال غزة اللي كانت قبل هذه الأيام اللي دازت، يعني إسرائيل دازت بحال وكأن شيئا لم يكن. هاد يعني حتى لين غنبقاو حنا كعرب يعني نصبروا على اسرائيل بهذا الشكل هكذا؟ يعني ما كاين حتى حد يقدر يرفع حتى دعوه. كنتكلموا على تونس اللي كانت الفكره ديال رفع دعوه او شيء من هذا القبيل، كنتكلموا على دول اخرى، ولكن باي صفه الفلسطينيين براسهم الان؟ يعني تكلمات سيده فاطمه مره اخرى على ازدواجيه المقاومه وايضا الناحيه الدبلوماسيه، هذا اكبر رمز. يعني كنتكلموا اليوم من ناحيه القانونيه اولا، لان فاش كتكلم مع دول مختلفه دول كبرى عندها ما يكفي من السلطه باش تحرك الامور في العالم، راه خصك تكون قدهم. يعني اولا من ناحيه القانونيه الا مشيتي حتى حاكمتي عدد من الاسرائيليين بجرائم حرب، هما اللي حاكموا عدد من الدول الاخرى بجرائم حرب. يعني ما نساوش راه الرمزيه فهي كبيره بزاف. الان غادي يفكر الاسرائيلي جوج مرات قبل ما يدخل غزه مثلا ويرتكب مثل هذه الجرائم اللي هي قريبه ما كملش على حتى شهر حد الان ودازت وكانها لم تكن. يعني تفكروها مزيان. نجيو لهذا، كنتكلموا على حماس فاتح وغيرها، هذه مشاكل داخليه في فلسطين، هذا تحدي كبير. الا ما قدروش يوصلوا لواحد التوافق داخلي راه ما غاديش بطبيعه الحال يقدروا يقنعوا خطوه في الاتجاه الصحيح سياسي. القرار محفوف ايضا بخطر واضح اللي هو إسرائيل ردت الفعل اللي زمنا ننتبهه البارحة. ردت الفعل قالت سننادي بدولة يهودية في إسرائيل. في الجزء الثاني من ناس نسمة لنهار الجمعة حديثنا كان على السنفونيات في المغرب الكبير، المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السنفونية بالجزائر، موضوع رجعنا عليه مع ضيوفنا عبد القادر بوعزارة مدير الأوركسترا السنفونية الجزائرية وحافظ مقني مدير الأوركسترا السنفونية التونسية. المهرجان الثقافي الدولي الثالث للموسيقى السيمفونية في الجزائر، الدورة الرابعة تنطلق نهار 6 ديسمبر، شوف شنلقاو فيها الدورة هذه أستاذ بوعزارة؟ والله الحديث أولا عن الموسيقى لحديث ذي سجون وسجون، وتحضرني هنا مقولة لأنه كل علماء هذا العالم تكلموا على هذا الراقي من الفنون، تكلموا على الموسيقى، تحضرني هنا مقولة واحد من رجالات السياسة يقول ليس هناك ما يعادل تأثير الموسيقى على الإحساس، فهي أميرة التهذيب والذوق والترفيه والجمال. فإحنا كموسيقيين محترفين يعني ونحضر في هذا الدورة الرابعة من المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية اللي تشرف عليه وزارة الثقافة الجزائرية واللي يعني إشراف مباشر من معالي وزير الثقافة الجزائرية. إذن الدورة الرابعة لتدخل يعني في إطار احتفالنا، احتفال الشعب الجزائري بالذكرى 50 لاستقلال الجزائر. فالدورة هذه راح تشمل وتلم 23 دولة والجزائر 24 بما أنها البلد المنظم. وبطبيعة الحال ستكون معنا الأوركسترا السيمفونية التونسية وكذلك من المغرب الشقيق. يعني هنا حبينا نقول بأن الموسيقى لغة البشرية جمعاء، فيها تستطيع كل الأجناس أن تتبادل المشاعر والعواطف. كان هذا أهم ما صار في ناس نسمع على طول الجمعة.
ملتقانا في ناس نسمة في المباشر المرة هذه نهار الاثنين. صباح الخير.